ونبدأ مشاهدينا من الصفحة السادسة وخبر بعنوان ولي عهد الشارقة يثمن دعم سلطان لطلبة أكاديمية العلوم الشرطية. وفيه نطالع: أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة رئيس مجلس أكاديمية العلوم الشرطية أن المنظومة التعليمية بالأكاديمية ماضية في تحقيق رؤى وتطلعات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في جعل الإمارة واحة فكرية وعلمية في كافة المجالات والقطاعات. جاء ذلك خلال ترأس سموه لاجتماع مجلس الأكاديمية الذي عقد صباح أمس الأربعاء في مقر الأكاديمية بالمدينة الجامعية بالشارقة. وثمن سمو ولي عهد الشارقة دعم وتشجيع صاحب السمو حاكم الشارقة الدائم لأبنائه طلبة الأكاديمية وتوفير منح دراسية لأبناء إمارة الشارقة في برامج الدراسات العليا التي تطرحها الأكاديمية، ما يسهم في تخريج أجيال قيادية مؤهلة وقادرة على المساهمة في دفع عجلة التنمية ودعم الاستقرار والازدهار الذي تشهده إمارة الشارقة في شتى الميادين. وأضاف سموه أن الأكاديمية ستغدو بإذن الله وبجهود كوادرها التعليمية والتدريبية والإدارية مركزاً تعليمياً أمنياً بارزاً يعزز من مكانة الشارقة ويدعم جهودها في تحقيق قفزات نوعية في التعليم الجامعي والعالمي بمختلف تخصصاته. واعتمد المجلس خلال الاجتماع موعد تخريج منتسبي الفوج الثالث من طلبة الدراسات العليا. وفي ذات الصفحة مشاهدينا نقرأ خبر بعنوان أعلنت جمعية الشارقة الخيرية في تقرير لها 10,000 مستفيد من مكافحة العمى لخيرية الشارقة. وفيه أعلنت جمعية الشارقة الخيرية في تقرير لها أنها ساعدت 9,852 حالة مرضية من المصابين بالعمى وأمراض العيون، وذلك خلال الفترة من 2007 وحتى نهاية شهر سبتمبر من العام الجاري. ويأتي هذا التقرير تزامنا مع اليوم العالمي للمكفوفين الذي يصادف 15 من أكتوبر من كل عام. وقالت الجمعية في تقريرها أنه بفضل دعم وتبرعات أصحاب القلوب الرحيمة لحملات مكافحة العمى التي تسيرها الجمعية بشكل متواصل لعلاج مرضى العيون في المناطق والبلدان التي تغطيها مشاريع الجمعية، تم التكفل بإجراء الفحوصات والعمليات الجراحية ل 9,852 حالة من مرضى العيون الذين يعانون تراكم المياه البيضاء والزرقاء وآلام القرنية والضعف العام للرؤية والرمد. وأفاد عبد الله سلطان بن خادم المدير التنفيذي بأن مشروع محاربة العمى من أكثر المشاريع الإنسانية رقيا في مساعدة من لا قدرة لهم على توفير كلفة علاجهم وجراحات الإبصار. ومن هذا المنطلق تعول الجمعية على أصحاب القلوب الرحيمة دعم هذه الحملات التي ما إن وضعت رحالها بموضع حتى سطع النور من جفون عاشت أياما وشهورا بين ظلام العمى وضعف الإبصار وما يتبع ذلك من أوجاع نفسية وجسدية. وفي خبرنا الآخر 110,000 عنوان و 1566 ناشرا في معرض الشارقة للكتاب، حيث يلتقي حاصدو جوائز نوبل للآداب والبوكر وصناع أشهر النصوص في الدراما في القرن العشرين وأبرز المبدعين والفنانين في العالم والمنطقة العربية خلال الفترة من 3 إلى 13 نوفمبر المقبل على منصة واحدة في الدورة 40 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، ليحتفوا على أرض الشارقة مع جمهور المعرفة والكتاب بشعار هنا لك كتاب، محاطين بملايين الكتب التي عرضها أكثر من 1566 ناشرا عربيا وأجنبيا من 83 دولة. تجمع أجنحة المعرض هذا العام 929 دار نشر عربية و637 دار نشر أجنبية، تعرض مجتمعه 110,000 عنوان بمختلف لغات العالم على مساحة تصل لأكثر من 10,000 متر. ويتحول مركز إكسبو الشارقة على مدار 11 يوما إلى كرنفال عالمي للكتاب والإبداع والفن والمسرح، إذ يجمع المعرض الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب
وتقود فيه جهود تعافي صناعة النشر في العالم، 85 كاتباً من 22 دولة، ويضم أكثر من 79 ندوة وورشة إبداعية وعرضاً وأمسية وحواراً. يحتفي المعرض بإسبانيا ضيف شرف دورته الجديدة، ويستضيف 41 كاتباً وفناناً ومبدعاً إسبانياً في حوار مفتوح مع المشهد الثقافي العربي، يتجسد في 25 نشاطاً وفعالية تتوزع على الأدب. ونختم خبرنا الأخير بعنوان 20 فيلماً قصيراً في جولات المدارس. وفيه نجحت فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب بتعزيز مشاركة الجمهور في الجلسات النقاشية وورش العمل وعروض الأفلام خلال الأيام الأربعة الأولى، ووصلت إلى هواة السينما الأطفال والناشئة عن بعد في العديد من بلدان العالم، وخصصت جولات لعرض الأفلام لطلبة المدارس، وإذ استمتع الطلاب من الفئات العمرية بين 4 و18 عاماً في اليوم الثالث للمهرجان بـ20 فيلماً قصيراً، أبرزها التنين، زوغ الطبيب والطائر، ولا تستسلم. تتضمن جدول لعروض أفلام يوم الخميس 2020 من أفضل فيلم قصير، ويعرض لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، ويروي قصة رحلة اثنين من الدببة القطبية أجبرا على الهجرة بسبب الاحتباس الحراري، ويحاولان التعايش مع الدببة البنية، والعرض الأول في منطقة الشرق الأوسط للجولة الأخيرة، وهو فيلم رسوم متحركة قصير يتناول مفهوم الأخوة والمحبة التي تربط بين الأشقاء. وبهذا وصلنا إلى خبرنا الأخير، أو وصلنا إلى ختام أخبارنا المحلية لأهم أخبار إماراتنا الباسمة ودولتنا الحبيبة، وهذه عودة إلى زميل إسماعيل. شكرا لك غدير المعيني على هذه الجولة الصحفية.